احمد وانا متابعاه. فالنهارده الحقيقه انا منبهره، لان يعني انا شايفه لسه شغل احمد من قريب، بس حاسه ان في طفره كبيره جدا جدا ما شاء الله، وبيجدد دايما في نفسه وفي شغله. بس برضو لما تشوف اي لوحه عاملها احمد لازم تقول ده احمد فريد، فهو عنده بصمته اللي خاصه بيه جدا، لكن في نفس الوقت متجدد قوي قوي. الالوان اللي بيستعملها، الماتيريال اللي ليه موضوع لكل معرض بيعمله، شغله مميز جدا جدا. انا من معجبين احمد كفنان، وبقول له الف الف مبروك يا احمد. حقيقي مبسوطه جدا، لان حاسه بتطور كبير قوي في شغله. يعني احمد اخويا الصغير، فانا حقيقي مبسوطه. يعني ايوه، لا ما انا لازم اقعد اناقشه، لانه هو انا برسم برضو، بس طبعا مش زي احمد اكاديمي يعني. فهو دايما لما اجي ارسم وعايزه اخد رايه، هو اللي دايما بستشيره، لانه طبعا فنان، وهو برضو بيدرس في الاكاديميه، فهو اكاديمي مش فنان كده مجرد هوايه يعني. فدايما اساله واخد رايه، فبتعلم منه، عايزه اعرف هو اما بيرسم مش بيرسم لوحه وخلاص، لا هو عنده معنى دايما، وفي دبث او في عمق لاي لوحه بيعملها. وطبعا ده مهم قوي لاي فنان، ان هو يكون بيقول حاجه من خلال لوحاته. مش لازم انا يعني اتلقى اللوحه بنفس الشكل اللي حد غيري هيتلقاها، ممكن كل واحد بيتلقاها بشكل مختلف، لكن هو دايما عنده رسالة عايز يقولها. فبقول له يعمل شغل ان هو بيخرج بره الفريم، ده شغل جديد اول مرة بنشوفه. الموضوع نفسه مختلف، الالوان اللي استعملها مختلفة عن الوانه خالص السنة دي. يعني المجموعة اللي ورانا اللي هي فيها اصفر وازرق واخضر، انا حجزت الاخضر خلاص، بس يعني مختار الوان جديده جدا وفريش جدا. فالحقيقه متجدد قوي قوي يعني. والله انا برسم اوريدي بس على قدي، مش على المستوى ده خالص يعني. لا انا مش لازم تبقى نوع معين، المهم ان اللوحه تبقى يعني تاثرت فيا او حبيتها، او تكون لايقه على ديكور عندي، فهي مش نوع واحد يعني. بس انا ماليش في التاريخي قوي، بس بحب الحاجات اللي فيها الوان كتير. هو المسلسل لسه فيه تقريبا 4 ايام تصوير. هو احنا كده مش انزل شويه؟ لا ما هو انا كده مش باينه لزمايلك. ايوه ف المسلسل ان شاء الله فاضل لنا تقريبا 4 ايام او اسبوع تصوير ونخلص. العرض بقى مش عارفه امتى، طبعا ده يرجع للاستاذ محمد فوزي المنتج. طب هو لسه نعمل مع الفنان هاني رمزي بعدين؟ لا احنا كده خلينا في احمد فريد. طيب هو اخر حاجه كده مع احمد فريد يعني الناس الايه؟ والله لا عندي. لو عمل حاجه انت عارفنا على طول مع احمد يعني في اي حاجه. حسيتها شبهي، انا وقفت عند اللوحه الماستر اللي هناك دي وشدتني جدا جدا، ومعجبه قوي قوي باللوحات الالوان. قلت لك الاخضر عجبني جدا والاصفر يعني. بس انا حاسه ان هو السنه دي غير جدا جدا من جلده، وعمل الوان فريش اكتر، عمل شغل الصغير ده يجنن يعني، عجبني حاجات كتيره. بس انا مش لاحقه اتفرج، فاكمل المعرض بقى ونتكلم تاني. اوكي ميرسي، شكرا شكرا.